أهلا بكم. دعا الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل قوة تدخل عسكرية لمواجهة ما سماه أزمة قد تهدد العراق ومنطقة الساحل الأفريقي. مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قال إن مأساة أفغانستان يجب أن تدفع الأوروبيين إلى تجهيز أنفسهم بقوة تدخل عسكرية لمواجهة الأزمات المقبلة، فليس هناك من بديل آخر أمام الأوروبيين على أن تكون هذه القوة العسكرية مكونة في البداية من 50,000 جندي قادرة على العمل في ظروف مثل تلك التي في أفغانستان. وقد تصاعدت المخاوف الإقليمية والدولية من انهيار الوضع في العراق بعد الانسحاب الأمريكي المرتبك من أفغانستان، فيما إذا قررت واشنطن سحب قواتها العسكرية من العراق بنفس الطريقة الأفغانية بحكم التشابه بين التجربتين في العراق وأفغانستان. مخاوف الأوروبيين من انهيار الوضع في العراق إذا انسحبت الولايات المتحدة بنفس طريقة انسحابها من أفغانستان وقدرة قوتهم العسكرية المزمع تشكيلها على إيقاف هذا الانهيار، وما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: هل لدى الأوروبيين أي معطيات عسكرية وأمنية أن الوضع في العراق في طريقه إلى الانهيار إذا ما انسحبت القوات الأمريكية بنفس السيناريو الأفغاني؟ وما الذي يمكن أن تقدمه القوة العسكرية الأوروبية في العراق وهو الذي فشل فيه نحو 200,000 جندي أمريكي ومن التحالف الدولي؟ ومن سيغطي التكلفة المالية للقوة العسكرية الأوروبية الجديدة التي ستعمل في العراق إذا ما انسحبت الولايات المتحدة؟ وما الحاجة لكل هذه الجيوش المليونية والميليشيات إذا كانت بحاجة دائمة لدعم القوات الأجنبية؟ ثم إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يقدم المعالجات الترقيعية غير ذات الجدوى ويتغاضى عن جذر الكارثة العراقية المستمرة منذ العام 2003؟ ضيف طاولة رافع الفلاحي عبد الوهاب القصاب ثامر العلواني. أفول النجم الأمريكي عن سماء المنطقة أصبح هاجس خوف عند حلفاء واشنطن من القادم. المشهد الأفغاني فتح باب التساؤلات عن مصير حلفاء واشنطن، أو بالأحرى الحكومات التي جلبتها أمريكا للدول التي غزتها، وبطبيعة الحال العراق في مقدمة هذه البلدان. مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أطلق تحذيرات من الأزمات التي ستهدد العراق ومنطقة الساحل الأفريقي في حال الانسحاب الأمريكي من المنطقة، ودعا إلى إيجاد قوة أوروبية تملأ فراغ رحيل القوات الأمريكية عن العراق. جوزيف بوريل صدم بالمشهد الأفغاني وحمل المسؤولية لإدارة بايدن التي لم تستشر الأوروبيين بانسحاب جنودها بهذه الطريقة، لكن بايدن بدأ يرسم الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الأمريكية الجديدة عندما قال إن بلاده طوت صفحة الحرب مع الآخرين. وحول الدعوة الأوروبية لإرسال قوة إلى العراق يدور السؤال الأهم: كيف لم تعتبر هذه الدول من حروب أمريكا العبثية في المنطقة لتنجر إلى مستنقع المنطقة بجيش بري قوامه 50,000 كما دعا إلى ذلك جوزيف بوريل؟ إضافة إلى ذلك، دخول قوة بهذا الحجم إلى العراق بدلا عن القوات الأمريكية سيزيد المشهد تعقيدا من حيث هو متوتر أصلا بسبب الميليشيات وإيران والحروب الدائرة في الجوار العراقي. المبارك الأول للخطوة الأوروبية هي الأحزاب التي استعذبت التقوي بالقوى الخارجية لتمارس دورها في تمزيق العراق ونهب ثرواته، ولا مانع لديها من جلب كل قوى الاحتلال العالمية شريطة أن تتولى وظيفة تعقيب معاملات الاحتلال مقابل بقائها في السلطة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في الهواجس الأوروبية من انهيار الوضع في العراق ودعوتهم إلى تشكيل قوة عسكرية مؤلفة من 50,000 جندي للتدخل إذا ما انسحبت أمريكا على غرار انسحابها من أفغانستان. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن الدكتور عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة،
والدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا. أهلا ومرحبا. أهلا أهلا. طبعا أستأذن من الدكتور رافع الفلاحي والدكتور ثامر العلواني، سيكون معنا الدكتور عبد الوهاب القصاف في الدقائق الأولى من هذه الحلقة، فيستأذن مشكورا ونكمل الحوار مع ضيفينا الفلاحي والعلواني. نبدأ مع الدكتور عبد الوهاب القصاب. دكتور، ما هي المعطيات المتوافرة في أيدي الأوروبيين، المعطيات الأمنية والعسكرية التي جعلتهم يتخوفون من انهيار الوضع في العراق، ولذلك أطلقت هذه الدعوة لتشكيل قوة عسكرية قوامها 50,000 جندي للتدخل في العراق طبعا والساحل الأفريقي؟ تحياتي لك ولضيفيك وللسادة المشاهدين. شكرا دكتور، أهلا. النظر إلى خريطة حقيقة، خريطة المشرق العربي التي يمثل العراق جناحه الشرقي، والذي يمثل العراق في نفس الوقت رابط استراتيجي كبير مع الجوار الذي ينفتح حتى يصل إلى الصين. وهذه الإشارة ستعطينا فكرة مهمة عن أهمية أفغانستان وخطورة ما حصل فيها. كانت الدولة العراقية حقيقة يعني منذ زمن ملك المقصور له الملك فيصل الأول تشعر بأهمية أفغانستان، وتشعر بأهمية وجود علاقات حسنة بين العراق وأفغانستان، ذلك لأن حلقة استراتيجية إذا ما تأسست من العراق وتركيا وأفغانستان ثم إيران ستشكل ضام، يعني عنصر ضم وضغط استراتيجي على الدولة الموجودة في المنتصف والتي هي إيران في هذه الحالة. من هنا تأتي أهمية أفغانستان للعراق، ومن هنا أيضا يعني يمكننا أن نفهم العلاقات الحسنة والطيبة التي سادت بين أفغانستان والعراق سواء أبان الحكم الملكي أو قبل انهيار الوضع عندما قام محمد داود بانقلابه على عمي الملك وفتح أبواب جهنم على أفغانستان. نعم. منذ ذلك الوقت لحد الآن أفغانستان لم تشهد راحة أبدا، وأصبحت منبعا لكل العمليات، وكل كل من يريد أن يدلو بدلوه في هذه المنطقة أتى إليها وخرج خاسرا أو مكسورا أو حاول أن كما يقال ينجو بأقل الخسائر بالهزيمة أو بالفقد الاشتباك وراء. العراق من هذه الأهمية هو يمثل واقفة العقد بالنسبة لدول المشرق العربي، فأي والدول المشرق العربي كما نرى تتحكم بها نظرية الاتفاق الجغرافي مع أوروبا، ويمثل طبعا البحر المتوسط الرابط الاستراتيجي الكبير بين المشرق العربي ودول الشمال الأفريقية العربية وأوروبا. إذن فيما إذا انهار الوضع في العراق ستعمل ما يسمى من الناحية الاستراتيجية نظرية الدومينو أو نظرية الدومنا، حيث ستتطابق الدول واحدة بعد الأخرى، ومن هنا سينشأ يعني كاهل كبير ليس بإمكان أوروبا أن تتحمله، ليس فقط لأن هنالك الملايين من اللاجئين. نحن رأينا كيف أن ما الذي حصل في كابول كما انهارت الحكومة السابقة ودخل الطالبان. نعم. تتصور كم من الملايين من البشر سوف يندفعون باتجاه أوروبا فيما إذا انهار الوضع في منطقة في الوطن العربي عموما، أي في المشرق العربي و دول الشمال الأفريقي. ومن هنا التسمية في العراق والساحل الأفريقي، يعني دائما عندما كان يقال الساحل الأفريقي ينجذب الاتجاه إلى منطقة القرن الأفريقي الفقيرة أيضا، وهو أي ساحل شرق الأفريقي. هنا الأوروبيون تحدثوا تحديدا عن دول شمال أفريقيا العربية، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، ووضعوا بأسبقية عالية كل من ليبيا وتونس، لأن الوضع فيهما وضع في هذا الوضع غير مستقر من الناحية الاستراتيجية.
نعم. هذا هو الذي حسبه الاتحاد الأوروبي وعندما شاهد وقت الاشتباك الأمريكي بالاتفاق مع طالبان، وأؤكدنا الذي يجري أو الذي جرى أو الذي سيجري هو بالاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة بمفاوضات بعد قطر. أشكرك دكتور، حتى نبقى لأن وقتك ضيق أنت أيضا حتى قبل أن تغادرنا، ونظل يعني نريد نستثمر وجود جنابك الكريم. تفضل استني سؤالك جواب. نعم ما سمعتك دكتور. تفضل تفضل ماشي دكتور. أشكرك دكتور. هذه القوة الآن الاتحاد الأوروبي دعا إلى تشكيل قوة من 50,000 جندي للتدخل في الساحل الأفريقي وفي العراق. السؤال، إذا كان 200,000 جندي أمريكي ومن أيضا دول التحالف التي غزت واحتلت العراق بعد العام 2003 وخلال 18 سنة لم تستطع أن تقدم شيء في العراق، لم تستطع، هي لم تنهض أو تدفع بالعراق على الأقل عسكريا وأمنيا، بل البلد تراجع إلى الوراء آلاف الخطوات، ما الذي يمكن أن يقدمه الأوروبيون ب50,000 جندي؟ علينا أن لا ننسى بأن 200,000 جندي أمريكي كانوا يقاتلون المقاومة العراقية، والمقاومة العراقية الآن على الأقل ليست موجودة على الأرض. الموجود على الأرض الآن مجموعة من الميليشيات غير المنضبطة وغير الملتزمة، والتي تعود بقرارها السياسي إلى دولة لن تجرأ على أن تتجابه بحرب مفتوحة مع أوروبا، لأن هنالك أو ثمت الكثير من المصالح لإيران وأوروبا. من هنا تم حساب أن نزول هؤلاء 50,000 على الأرض سيعني شيئا. ولكي نؤكد على هذا، أنه في هذا الظرف هنالك بضعة آلاف من الجنود الأمريكيين يشكلون شوكة في قاصرة هذه الميليشيا. لو أرادت الولايات المتحدة أن تستخدم قدرتها بهؤلاء 2500 شخص ضد هذه الميليشيات لانتهى الأمر فعلا. ومن هنا أقول بأن الاتحاد الأوروبي لربما أخذ في وارده بأن هذه الميليشيات لن تجابه على الأرض القوة. هي أضرب وأهرب، كل الاستراتيجية التي فعلتها ضد الأمريكان وضد المصالح الأمريكية في العراق هي أضرب وأهرب، يعني يطلقون ثلاث أو أربع رشقات من صواريخ بدائية ويهربون. مرة واحدة أو مرتان استخدموا صواريخ موجهة بشكل أو بآخر. حتى الصواريخ الموجهة الإيرانية التي أطلقتها إيران فعلا على قاعدة القادسية التي تسمى الآن عين الأسد، حتى هذه الصواريخ نحن رأينا كيف أنها منتصفة فقط في الطريق ولم يصل إلى الجانب. إذن الاتحاد الأوروبي عندما حسب 50,000، هذه 50,000 هي عبارة عن قوة ردع، ويرى الاتحاد الأوروبي أنه في هذه المرحلة إذا ما انسحبت الولايات المتحدة فإن وجوده بجزء من هذه القوة التي يعني ملاكها 50,000 شخص سوف يكفي لردع الميليشيات، فيما إذا كان هنالك عزم وتصميم على استخدام القدرة القتالية لهذه القوات ضد هذه الميليشيات. لأني أرى أن هذه الميليشيات لن تقاتل، لأن إيران لا ترغب في أن تقاتل أوروبا. نعم دكتور. الحقيقة فيما يتعلق أنه قضية أنه هذه القوات ليس هناك مقاومة تجابهها، هناك ما يسمى قوى الإرهاب، تنظيم داعش وغير داعش، تقارير غربية تتحدث أنه ما زال موجودا، هذه التنظيمات لها القدرة على استئناف نشاطها أو عملها. هل للأوروبيين طاقة أو قدرة على الدخول أيضا في مستنقع آخر؟ ما زالت ما يسمى قوى الإرهاب فاعلة وإن كانت كامنة الآن. يعني أيضا هنا علينا أن نشير، أنا قلت أن القتال الحقيقي الذي جرى على أرض العراق هو ذلك القتال الذي جرى في حقبة ما قبل القاعدة، في حقبة المقاومة العراقية، عندما قاتلت فعلا الوجود الأمريكي الكثيف وحملته الكثير من الخسائر، وأوصلت الولايات المتحدة إلى قناعة أن عليها أن تنسحب من العراق. ونحن نرى أن في حقبة الرئيس جورج بوش الابن الثانية سقط عراب احتلال العراق في ذلك الحين الذي هو رامسفيلد وزير الدفاع، وأتى ناس حاولوا بشكل وبآخر أن يرتبوا الأمور لكي
يجعل الأرضية جاهزة لانسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق في 31/12/2011 إذا احنا نتذكر. أثر الانسحاب حقيقة على الوضع الأمني في العراق، ودخلت ما تسمى بداعش إلى الصورة، لكن أنا أعتقد أن داعش انتقائية أيضا هي الأخرى في حركاتها، ولا بد أن الأوروبيين أخذوا هذا في واردهم أيضا. صحيح لو حاولت داعش أن تقوم بفعل ما في العراق في المنطقة التي هي نائمة فيها أو تتواجد فيها، يعني قد تلحق أذى بالأوروبيين، لكن نعم. نحن نعلم بأنه حتى داعش في فترة قتالها لم تكن تستهدف القوات بقدر ما كانت تستهدف تجمعات المدنيين حقيقة، يعني هذه حقيقة. وعندما دخلوا إلى الموصل كان الوضع الأمني في الموصل منهارا نتيجة سوء إدارة حكومة المالكي وكراهية الناس للقوات الموجودة نتيجة تصرفاتها السيئة. نعم. ومن هنا دخل عدد محدود من داعش واستولوا على الموصل. لو جوبهت داعش بجيش نظامي مقاتل لديه قواعد الشباك مضبوطة لما تمكنوا من أن يدخلوا إلى المدينة نهائيا. نعم. يعني هذا درس مستنبط حقيقة من الذي جرى نعم. في حزيران 2014 قبل بضعة سنوات من الآن. دخلت داعش إنه لم يكن هنالك نعم. لم تكن هنالك إرادة قتال أساسا لدى القوات نعم. وهي نفس الحالة حقيقة وبشكل عجيب التي رأيناها لدى قوات الجيش الأفغاني الذي صرفت الولايات المتحدة عليه الكثير لكي تنشئه من 300,000 فرد انهاروا أمام 60,000 أو 70,000 مقاتل من طالبان، وبين الطالبان أن الكثير من هؤلاء الجنود عملوا أدلاء لها وعاونوها وحتى ساعدوها في إلقاء القبض على القيادات التي كانت نعم. تحاول أن تجابس طالبان، وكان جزء كبير أيضا منهم ما يسمى بالجنود الفضائيين على غرار ما موجود في العراق، يعني الجنود الوهمين. دكتور، فيما يتعلق بالدعوة الأوروبية التي يعني زامنت بين الساحة العراقية وبين الساحل الأفريقي، هناك طبعا عملية أطلقتها فرنسا في عام 2014 مع 5 دول أفريقية، عملية عسكرية سميت بعملية برخان أو برخان لمكافحة ما يسمى التطرف التمرد هناك. هذه العملية الحقيقة أيضا فشلت بعد 7 سنوات بعد ما الحقيقة كلفت المنطقة الكثير من القتلى، يعني حوالي 8,000 قتيل معظمهم مدنيين، 1,000,000 نازح، 50 جندي فرنسي أيضا قتل، على الرغم من أن هذه العملية تدعمها الولايات المتحدة وتدعمها بريطانيا ودول أوروبية أخرى. ألا يخشى الأوروبيون أن يتكرر هذا السيناريو في مستنقع الولايات المتحدة غرقت فيه هو العراق؟ يعني لن نستبعد إذا ما كانت هنالك إرادة لقتال هؤلاء الناس. نعم. تأكيد أن المبادرة تكون بيد الجهة التي تقاوم والجهة التي تخوض حرب الأنصار. المبادرة أو المبادئة بالتعبير العسكري فعلا ستكون بيد هؤلاء، هم الذين سيختارون وقت ومكان واتجاه الضربة، وبهذا ستكون القوات التي أتى بها الأوروبيون منهكة في توقع أين ومتى وبأي طريقة ستحصل الضربة. وعملية الإنهاك هذه لها تأثير نفسي كبير، تقلل من المعنويات كثيرا، تقلل من انضباطية القوات والتزامهم بتعليمات الاشتباك، والنتيجة يعني الحاصلة أو التي ستحصل من هذا أن هذه القوات ستخسر مجابهتها. عندما ستكون هنالك مجابهة، أنا الافتراض الأساسي الذي قلته في مفتتح حديثي هذا أن لربما الأوروبيون توصلوا إلى قناعة بأن هذه الميليشيات بالدرجة الأولى لن تقاتلهم. لماذا؟ لأن الولي على هذه الميليشيات والأب الروحي لها ليس بوارد أن تقاتل أوروبا. هناك الكثير من المصالح المدفونة بين أوروبا وإيران، وكلنا نعلم بأن إيران هي الكيان المدلل للغرب،
مهما أيا ما كان شكل النظام الذي يحكمه. من هنا يعني كانت النظرية التي أتوقع أن الاتحاد الأوروبي عمل عليها ويعني اقترح أن يشكل هذه القوة من هذا العدد المعين من البشر 50,000، و50,000 طبعا ليس كلهم مقاتلون، هنالك ذيل إداري هو ثلثين هذه القوة، يعني إذا كان الذي سيقاتل بحدود فرقة يعني 15,000 مقاتل، فالذيل الذي وراها يعني 35,000 يعني بالكاد سيكونوا كافين لدعمهم لوجستيا. العمل ليس سهلا، والعمل ليس يعني لن يكون جاهزا في التو وفي الآن. الكل يعتمد على كيف ستسلك الولايات المتحدة في منطقة المشرق العربي، هل ستقرر المغادرة لأنها ستذهب إلى منطقة آسيا باسيفيك حيث هنالك المجابهة التي ستشغل ما تبقى من القرن 21، أم أنها ستبقى متمسكة بالمشرق العربي وبالشرق الأوسط كما هم يقولون للخطورة الاستراتيجية الكبيرة التي لا تنمحي بوجود النفط أو عدم وجوده. يعني ليس الأهمية هي أن النفط على أهميته، لكن الأهمية الأكبر هو الموقع الجغرافي، الالتصاق الجغرافي بأوروبا، الممرات الملاحية، القنوات، المضايق، الموانئ، التسهيلات، هذه كلها قربها من تركيا التي هي القوة الأخرى الموازنة الموجودة في المنطقة. هذه أمور كلها ينبغي أخذها بنظر الاعتبار، وأظن أن الأوروبيين قد تفاهموا مع الجميع وبضمنهم تركيا على ما أتصور عندما قرروا أنه أو اقترحوا لهذا المقترح، اقترحوا أن يشكلوا مثل هذه القوة لكي تفعل فعلها فيما إذا قررت الولايات المتحدة ترك العراق والانسحاب منه. عملية ترك العراق بالنسبة للولايات المتحدة قرار ليس سهلا. العراق ليس أفغانستان، يعني هذه شكرا دكتور، يعني أمر مهم جدا. يعني فإذا ما قرروا مغادرة العراق يعني البديل الأوروبي لهم سيكون موجود، وأنا أظن أن لافع الأوروبي في منطقة البحر الأبيض شرق البحر الأبيض المتوسط دون أن يكونوا قد تفاهموا وتعاونوا مع تركيا شقيقتهم في حلف الأطلسي الحليفة لهم أو معهم في حلف شمال الأطلسي. شكرا. أشكرك دكتور عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة، كان معنا من واشنطن في الجزء الأول من هذه الحلقة من طاولة حوار. نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لاستئناف النقاش مع ضيفينا اللذين ينتظران الدكتور رافع الفلاحي والدكتور ثامر العلواني. بعد الفاصل نعود لنستأنف النقاش، ابقوا معنا. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10,727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في الهواجس الأوروبية من انهيار الوضع في العراق إذا ما قررت الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من العراق. وهناك دعوة للاتحاد الأوروبي لتشكيل قوة تدخل عسكرية تكون بديلة عن القوات الأمريكية. ضيوف طاولة دكتور عبد الوهاب القصاب والدكتور رافع الفلاحي والدكتور ثامر العلواني. دكتور رافع ودكتور ثامر، نجدد الترحيب بهما في الجزء الثاني من هذه الحلقة. دكتور رافع مرحبا بك، حياكم الله. أهلا دكتور. الأوروبيون بهذه القوة 50,000 جندي، هل يتوقعون أنهم سيحدثون فرقا لوحدهم أمنيا وعسكريا في العراق، وهم الذين فشلوا مع حليفهم الأكبر
المظلة الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما قررت القوات الأمريكية الانسحاب أو الهرب من المستنقع العراقي، هل سيحدث فرق 50,000 جندي؟ أستاذ ماجد، بداية يعني أحييك وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا دكتور. الحقيقة ربما يعني سأقود الموضوع باتجاه آخر بعيد عن اللي تحدث به ضيفك الكريم الدكتور عبد الوهاب القصاب. أهلا وسهلا. الموضوع يتعلق برؤية من شقين. نعم. رؤية أوروبية من شقين. الشق الأول يتعلق بالعلاقة الأوروبية بأمريكا. هذه هي علاقة التبعية التي اكتشفوها واكتشفوا أنه تبعية ذليلة بعد 7 عقود من تأسيس حلف شمال الأطلسي عام 1949. وإذا تذكر ويذكر الكثير من المشاهدين أنه أمريكا طوال سياساتها في العالم هي سياسات برغماتية، هي سياسات مصلحية لا تهم إلا مصالحها. ورغم أن أوروبا مرتبطة اقتصادياً، ويعني أمريكا سعت إلى ذلك وربطت اقتصادات أوروبا باقتصادها، وبالتالي تبعية أوروبا الاقتصادية والسياسية والعسكرية صارت تابع لأمريكا، وحتى في حلف النيتو وحلف شمال الأطلسي كانت التبعية لأمريكا، وكل الاحتلالات التي جرت وشاركوا فيها الأوروبيين كظهير الأمريكان كانوا هم أتباع يتبعون أمريكا. والمثال الحاضر أمامنا ما حصل في أفغانستان وما حصل في العراق. نعم. هذه من ناحية. وربما علينا نتذكر أنه ربما تحدثنا عن البراغماتية، يعني الحرب العالمية الثانية اللي بدأت بال39 وانتهت 1945، الولايات المتحدة الأمريكية لم تدخل الحرب إلا عام 1941. كانت يعني تزود حتى قبل هذا التاريخ، كانت تزود حتى الغواصات الألمانية بالوقود، وكانت لا تريد أن تدخل الحرب. لكن بعد يعني حادثة بيرل هاربر، ميناء في المحيط الهادي، ربما البعض يقول بعد احتلال تشيكوسلوفاكيا أحست أمريكا أنه ميزان القوة يذهب لصالح ألمانيا، فتدخلت بضغوطات بريطانية، وهكذا صار لكي تجني فوائد كثيرة. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أنه بعد اكتشاف كل أوروبا اكتشفت أنها تابع ذليل لأمريكا، وجدت في أفغانستان أنه هذا التابع الذليل، وحتى في العراق يعني ليس له الخيار. أمريكا إذا ما انسحبت سيكون الغطاء منكشف، وبالتالي سنتذكر القول المأثور أن يعني الذي يعني يتغطى بأمريكا مكشوف دائما، يعني عريان دائما، مثل ما يقول الأخوة في مصر، اللي يتغطى بأمريكا عريان. وفعلا حقيقة، لأن أمريكا تختار الانسحاب في أي وقت تريد، وهذا ما فعلته في أفغانستان، وكشفت كل القوى اللي جابتها معها بالنيتو، والآن هي في حيرة من أمرها. لذلك هم فكروا في قضية العراق وشمال أفريقيا، ويقصدون في شمال أفريقيا طبعا ليبيا أساسا، ويتخوفون أيضا من الوضع التونسي. لكن فيما يخص العراق وهذه الدول، هم يتخوفون أولا وأخيرا من الهجرة. موضوع الهجرة هذه، موضوع اللاجئين، هذا موضوع مرعب الآن صار. دكتور اسمح لي يعني قبل أن ننتقل إلى نقطة الهجرة، وهي نقطة مهمة، لكن هناك من يقول أن الأوروبيين ليس عندهم رفاهية أو ترف الاستغناء عن الولايات المتحدة الأمريكية، وأنت أشرت إلى الحرب العالمية الثانية، لولا التدخل الأمريكي لما حسمت الحرب لصالح أمريكا وهزيمة ألمانيا. الناتو في كل تدخلاته لولا أمريكا لن يستطيع أن يحسم الأمور، من يوغوسلافيا عام 99 إلى ليبيا عام 2011 إلى مناطق أخرى. فالأوروبيون الحقيقة لا وزن لهم بدون الناتو كله، بدون الولايات المتحدة الأمريكية، فهم ذاهبون إلى العراق إذا ما انسحبت أمريكا، هنا فعلا سيكونون عريانين. هذا حقيقة، هم قد اكتشفوا هذا بعد 7 عقود من تأسيس. لذلك قلت أنه اكتشفوا هذا، أنهم عريانين، هم يعني مكشوفي الظهور بعد 7 عقود من تأسيس حلف شمال الأطلسي. نعم. وبالتالي هم وجدوا أنفسهم الآن مكشوفين. الآن النقطة الأساسية في تفكيرهم الآن، وسأقول لك لماذا يخافون
من المهاجرين ومن رغم أن الدول الأوروبية تحتاج إلى يد عاملة، تحتاج إلى نفوس كثيرة، دول كثيرة ما بها نفوس يعني ما بها سكان تحتاج إلى مهاجرين، لكن يخافون يعني بعد الهجرة اللي حصلت هذه الموجة الأخيرة في عام 2015-2016 اللي يقولون أنه 1,800,000 مهاجر وصلوا إلى أوروبا وضغطوا على الاقتصاد الأوروبي وضغطوا على السياسات الأوروبية. وهنا في السياسات الأوروبية أقول لك من عام 2015 لحد الآن لنفكر معا كم حزب يميني متطرف صعد إلى الحكم في أوروبا. كثير من الأحزاب اليمينية المتطرفة التي كانت شعوبها قد أبعدتها عن الحكم واليسار الأوروبي والقوى المعتدلة كانت هي الحاكم، رجع اليمين المتطرف هو الذي يحكم. لماذا؟ لأنه استغل قضية اللاجئين بطريقة والمهاجرين بطريقة فجة ومخيفة جدا، وظل يضغط على الشعوب، وهذا ما يحدث في كل الدول، فبالتالي وصل إلى سدة الحكم. هذا جعل أوروبا تتخوف من هذه القوى المتطرفة اليمينية التي تحكم الآن، والشعوب تساق باتجاهها عاطفيا ضد المهجرين، لذلك ظهرت الإسلامفوبيا، لأنه غالبية المهجرين هم من دول إسلامية اللاجئين. فبالتالي هذا الوضع الخطير بالنسبة لأوروبا يحتاج إلى رؤية ربما سموها هم يعني أسوأ الحلول، لكي لا نذهب إلى أسوأ الحلول أو أسوأ السيناريوهات، سنذهب لتشكيل قوة من 50,000، هي كافية أو غير كافية لا أدري، لكن ما مهمتها؟ هي ليس مهمتها قتال داعش وقتال لا مهمتها أن تمنع الهجرة من هذه البلدان. أن تقف الهجرة، إن كانت ستقف مع الحكومات التي تستطيع أن توقف هجرة شعوبها، أو إن كانت ستقف مع الثورات التي تنقلب على الحكومات وتنهي الهجرة. بهذا الاتجاهين ممكن أن يتجهوا تفكيرهم بهذا الاتجاه، وليس باتجاه محاربة ونزول على الأرض وقتال وميليشيات. ليس هذا الموضوع، الموضوع هو إيقاف هذا، لأنه سنتحدث دكتور إذا سمحت لي هاي الإجراءات الترقيعية سنتحدث عن جدواها، ولماذا لا يتم الذهاب إلى جذر المشكلة. اسمح لي لأنه تأخرنا أيضا على دكتور ثامر العلواني. دكتور ثامر مرحبا بك معنا، حياكم الله في الكريم. دكتور، إذا كان هذه الجيوش المليونية الموجودة في العراق مع الميليشيات مع فرق ذهبية مع فيالق شرطة اتحادية، جيوش مليونية تستنزف مليارات الدولارات سنويا، ما الحاجة لها إذا كان النظام في العراق وقواته بحاجة إلى داعم خارجي مؤازر خارجي بعد 18 سنة من تشكيل هذه القوات وتدريبها وتسليحها وتعزيزها بالاستشارات والمعدات العسكرية؟ وفي النهاية إذا انسحب الأمريكيون لابد من وجود قوة أوروبية لتقف خلف ظهر هذه القوات في مواجهة أي تحدي. بداية تحية لحضرتك وتحية للدكتور رافع والدكتور القصاب الذي تركنا. بداية لابد أن نحدد ما هي صفة هذه القوات. أولا هذه القوات في هذا طبعا هي فكرة وليست يمكن تطبيقها على الأرض، يعني صعوبة الأمر. هذه القوة إذا دخلت العراق بهذا الحجم فهذا يعني أنها احتلال أوروبي جديد بدل الاحتلال الأمريكي، بمعنى أن أمريكا تريد تسليم العراق، احتلال العراق إلى أوروبا، وهذا لن يقبل به الشعب العراقي. هذه التصريحات التي أدلى بها مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي واضحة من أن هناك تخوف كبير لديهم من الأوضاع في العراق، وقرار أمريكي يمكن أن يطرح بأن سحب القوات الأمريكية من العراق وتشكيل 50,000 عنصر لمواجهة التطورات في العراق، لأن أمريكا بفرارها من أفغانستان أهانت الاتحاد الأوروبي ولم تعطي الاتحاد الأوروبي أي اهتمام. فقرار أمريكا الانسحاب المتسرع والهروب بنفسها كان قرار منفرد، لم تطلع شركائها في الحرب عليه، وهذا سبب شرخ في المستقبل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، لأن أمريكا منذ قدوم ترامب للحكم حاولت أن توصل رسائل إلى أوروبا وحلفائها بأن الأمور تغيرت ولا بد
أن تقدموا أكثر، ولكن الأوروبيون لم يأخذوا الأمر بعين الاعتبار، واعتبروا تصريحات ترامب في ذلك الوقت هي مخالفة للسياسة الأمريكية العامة، ولذلك رحبوا بجو بايدن عندما أتى للحكم، ولكن فاجأهم بايدن بأن اتخاذ أول قرار بعيد عن التنسيق مع شركائه الذين غزوا أفغانستان. هذا يعني أن الأوروبيين لديهم معلومات كافية عن الأوضاع في العراق، وما شهدته عام 2014 من انهيار القوات الحكومية وانهيار الميليشيات دليل وشاهد واضح على أن القوات الحكومية وميليشياتها هي ليس لها أي معنى بإنهاء الدعم الأمريكي الذي هو مرتبط بهذه القوات. وبمجرد إيقاف الدعم الأمريكي سنشهد هروبا جماعيا لكل هذه التشكيلات، وأوروبا تعرف أن الأوضاع في العراق سيء، واحتمالية انسحاب أمريكا من العراق أصبحت واردة، ولذلك فكرة إنشاء جيش للتدخل في العراق تأتي في هذا الإطار. ولكن حتى تكون الصورة واضحة، الأوروبيون لا مشكلة معهم كما ذكر الأساتذة الأفاضل مع الميليشيات الولائية، وإنما هي منذ يعني التصور الواضح أن مشكلتهم تكون مع الشعب العراقي، فهم يخشون أن يثور الشعب على الحكومة والميليشيات وأن تسقط العملية السياسية بمجرد الانسحاب الأمريكي من العراق، لأن بقاء الميليشيات والحكم في العراق بهذا الشكل الحالي الموجود عليه يعني استمرار أوروبا في سرقة ثروات العراق، في التغول والنفوذ في العراق عبر الحكومات والميليشيات. فانسحاب أمريكا وثورة الشعب العراقي أمر لا تريده أوروبا، ولا لأن ثروات العراق ستكون تحت سلطة الأوروبيين. نعم. أما فيما يخص الوجود العسكري فأكيد أمر لا بد منه، أنه لن تستطيع القوة التي يراد تشكيلها أوروبيا أن تسيطر على الأوضاع في العراق في حال انسحاب أمريكا من العراق، لأن القضية ليست فقط في القوة العسكرية، أمريكا تمتلك قوة كبيرة وحتى أوروبا تعتمد عليها في مواجهة روسيا والصين، والأهم من ذلك أن الدول الأوروبية حتى في هيمنتها على بعض الدول الأخرى واحتلالها لبعض الدول الأخرى واستغلالها الثروات الدول الأخرى هي تعتمد على أمريكا، وبعلم أمريكا حتى في التوازنات التي ترعاها في العالم. أمريكا فعلت شيئا مهما لا توجد قوة يمكنها أن تقوم به في العراق، وهي أنها منعت دول العالم في أن تتدخل في الشأن العراقي، وحتى على مستوى التغطية الإعلامية ونقل الحقائق في العراق. نعم. فإذا انسحبت أمريكا من العراق سيكون العراق مفتوح على كل الاحتمالات والتدخلات الإقليمية والعربية ودول الجوار، فهذه كلها ستكون حين غير منضبطة وغير خاضعة للتوازنات. هذا يعني أن أمريكا أوروبا ستكون عاجزة عن أي حل في العراق، وستكون في صراع يفوق القوة العسكرية المكونة من 50,000 جندي. أما هل تستطيع ضبط العراق؟ نعم. فقط لا تستطيع بهذه القوة أن تسيطر على العراق. دكتور رافع، من 2003 إلى اليوم وأمريكا الإقليم المجتمع الدولي المنظومة الإقليمية تجرب حلول ترقيعية في العراق، كلها أوصلت العراق إلى هذه النتيجة الكارثية. لماذا لا يصار بعد 18 سنة إلى الذهاب إلى جذر هذه المشكلة أمنيا عسكريا تدفق لاجئين انهيار بالكامل؟ هناك جذر لهذه المشكلة، بدل هذا الجهد، بدل هذا الوقت، بدل هذه الأموال والأرواح، لماذا لا يذهب مباشرة إلى جذر المشكلة وخاصة أنه مشخص؟ نعم أستاذ ماجد، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تشرشل نعم. كان يقول إنه أمريكا يعني في تعاطيها مع كل القضايا في السياسة وفي الجيش وفي العسكر في الحروب في كل شيء تذهب إلى تجربة كل الحلول الخطأ إلى أن تصل إلى تجربة الحل الصحيح، ويبدو أن أوروبا قد أصيبت بهذا المرض من أمريكا، فهي تذهب إلى تجربة كل الحلول الخطأ وصولا إلى الحل الصحيح تجبر عليه. يعني بدلا من أن تساند هذه الحكومات التي دمرت العراق وفعلت ما فعلت وفساد وخراب ودمار وانتهت، كان عليها أن تساند الشعب. فبالتالي هي بعد كل هذه يعني تشكيل قوة ومحاولة منع الهجرة ومحاولة السيطرة على الشعوب في داخل حدودها، هذا لن يجدي. هذه ما تسميها حضرتك الحلول الترقيعية،
وبالتالي ستبقى الفوضى قائمة، وهذه الفوضى لا يمكن ضبطها، ستنتقل إلى بلدان أخرى، والحدود الآن مفتوحة، وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإنترنت وسائل الاطلاع صارت متاحة بهذه الهواتف المحمولة باليد، والناس ترى كل شيء، والعالم فعلا صار قرية صغيرة، وبالتالي الكل يعرف طريقه وسلوكه والطرق التي توصل به إلى أوروبا وغير أوروبا، بالتالي الضغوطات كبيرة. هل ستذهب أوروبا وهو المطلوب تذهب إلى نصرة شعب العراق كمثال وتنهي هذه الحكومة الفاسدة؟ وكم سيهاجرون منها؟ غالبيتهم هم سيذهبون إلى الدول التي كانوا فيها، وأحزابهم ستنتهي وسيعود الهدوء والاستقرار، وتساعد على استقرار الحياة في العراق وبناء العراق بشكل صحيح. لكن هذا متى؟ هذا بعد أن يجربوا كل الحلول، كل الحلول السيئة، ما زالت في جعبتهم الكثير من الحلول السيئة، وتشكيل هذه القوة جزء من عدها. لذلك أنا قلت أنه هذه تشكيل هذه القوة ليس لمحاربة داعش أو الميليشيات أو أي كذبة، ولا لا أعتقد هذا الموضوع. هم يريدون فقط ضبط الفوضى فيها، لكي لا تنفجر الفوضى. هم يرون قضية الهجرة قنبلة موقوتة قد تنفجر بوجوههم. سابقا اعتمدوا على تركيا، تركيا تحملت الكثير من الضغوطات، الآن عدد المهاجرين في تركيا 5 ملايين، تركيا لا تتحمل أكثر من هذا. إذا ما صار الضغط عليها كبيرا ستفتح البحر الأبيض المتوسط أمام المهاجرين إلى أوروبا، وسنعود لنشاهد مشاهد عام 2015 و2016، ملايين المهاجرين. دكتور، هناك نقطة إذا سمحت لي، هناك نقطة في قضية العراق، عندما الأوروبيون يريدون التدخل في منطقة أو في بلد ما لإيقاف تدهور أو منع، يعني منع اللاجئين من التدفق، قد يكون هذا البلد قد استبيح أو عرضة لعمليات الإرهاب التي تطال السكان المدنيين فيفرون من قوى الإرهاب، قوى التمرد، تنظيمات مسلحة، فممكن يتدخل الأوروبيون لمكافحة هذه القوى. ما يجري في العراق أن النظام نفسه يطارد السكان ويضطرهم إلى الهجرة، الأوروبيون يذهبون لمساندة هذا النظام الذي يطارد السكان أو يجبرهم أو يضطرهم للفرار من العراق، وهذه الحقيقة إشكالية ونقطة لافتة. أستاذ ماجد، هم يعتقدون أن الموجة الكبيرة من المهاجرين من العراق ومن ليبيا قد انتهت، يعتقدون هكذا. في بداية الاحتلال الأمريكي للعراق وصلنا إلى عدد المهاجرين ربما من العراق إلى 10 ملايين مهاجر، ومن ليبيا ومن مصر ومن دول كثيرة هاجروا من لبنان، لكن الهجرة الآن أقل. يعتقدون أنه هذه حكومة كحكومة العراق هذه الموجودة كعملية سياسية استطاعت أن يعني تسيطر على الآخرين، عدد المهاجرين قليل. يعني إذا ما أخذنا مثلا النموذج الآن من المهاجرين الذين هم على حدود يعني بيلاروسيا ولتوانيا، والدنيا يعني قائمة ولم تقعد عليهم، بضع مئات، لكن في أوقات عام 2003 و2005 و2006 و2007 بعد كانت الموجات الهجرة بالملايين، يوميا يهاجر عشرات الآلاف من العراقيين. هذه يعتقدون أنه قد احتووا، لكنهم يتخوفون من أن تعود هذه مرة أخرى بهذه الموجات الكبيرة. أوروبا لن تتحملها، الأحزاب اليمينية المتطرفة يعني متربصة بالجميع، الوضع الاقتصادي لا يتحمل، كورونا أكلت من اقتصادهم الكثير، أمريكا لا تساعدهم، فبالتالي يحاولون عسكريا إما مساعدة الحكومة حتى لو على هضم حقوق الشعب أكثر وضبط الشعب أكثر، بس المهم الفوضى تبقى داخل البلد، أو مساعدة قوى شعبية تستطيع أن تمسك البلد وتوقف هذه الهجرة وتنهي هذه القوى الحاكمة اللي عددها بضعة آلاف قليلة، لا تساوي شيئا لا بالهجرة ولا باللجوء، لا يساوون شيئا. فبالتالي الفكرة بهذا الاتجاه، الفكرة لا تصلهم هذه القنبلة الموقوتة، هذا كل الموضوع. لأن ما عادت تتحمل، الدول التي تشرف على البحر الأبيض المتوسط ما عادت تتحمل الدخول إلى البحر الأبيض المتوسط سالك وممكن أن يحدث في أي لحظة. والدول التي أمامها بدءا من اليونان وإيطاليا وغيرها وإسبانيا دول ضعيفة، اقتصادها ضعيف منهار، خاصة بعد كورونا لن تتحمل هذه الموجات، سيطلقون العنان لكل المهاجر ليدخلوا إلى عمق أوروبا،
وهنا تحصل الكارثة، هم هذا اللي يتخوفون منه. شكرا دكتور ثامر علواني. هذه القوة العسكرية إذا ما ذهبت فعلا إلى العراق 50,000 جندي، هذه القوة من سيغطيها ماليا؟ من سيتكفل بهذه التكاليف الكبيرة إذا كان العراق مفلس ماليا وفي أزمة اقتصادية، ويعني عاجز تقريبا في المرحلة القادمة عن تسديد حتى رواتب القطاع العام؟ من سيتحمل هذه الكلفة المالية لهذه القوة اللي سميتها قوة احتلال أخرى للعراق؟ حقيقة أنا أصر أن هو لا يمكن أن توصف بغير قوة احتلال. نعم. وقوة الاحتلال معروف أنها ستنهب ثروات العراق، وطبعا لها يعني آثارها غير هذه الهجرة وغير الهجرة آثار أخرى، ولكن لا شك أن هذه القوة العسكرية تحتاج إلى تمويل وميزانية عالية جدا لتمويل هذه العمليات العسكرية وهذه القوات، بالإضافة إلى أن هذه القوات تحتاج إلى قواعد عسكرية خاصة بها. نعم. وهذه تعجز أوروبا عن توفيرها، لأننا نتكلم عن دول تريد أن تنشئ هذه القوة وليست دولة واحدة ولا تملك هذه حتى الساعة هذه الإمكانات، فهل تستطيع؟ فلن تستطيع برأيي، لأن الأمر صعب جدا، لأننا نتكلم عن دول متفرقة، سيقع على عاتق كل دولة توفير الجنود والسلاح والميزانية المالية الخاصة بهذه بكل جيش منها، فكيف ستقسم هذه الأدوار والتكاليف بين الدول المنفردة؟ ولو سلمنا جدلا وجود هذه القوات، فكم ستستمر في وجودها واحتلالها في العراق أو ليبيا أو تونس أو غيرها، خصوصا أننا يعني نعلم أن الوضع في العراق وتجربة 2014 لولا التدخل الأمريكي والدعم الأمريكي لما استطاعت إيران والدول الأوروبية إنهاء سيطرة داعش على بعض المحافظات العراقية. وأيضا لدينا سوريا مثل آخر، هي لم تستطع إلا أن تكون تحت الجناح الأمريكي، فإذا هذه الدول ليست لديها الإمكانيات اللازمة لتوفير المال، مما يعني أنها ستضطر إلى أن تنهب ثروات العراق لسد ميزانية هذا الجيش المكون من 50,000، ونحن نعلم أن هذه الجيوش لا تصرف عليها الأموال كما تصرف على الجيوش العربية أو الجيش الموجود في العراق، لأنها تحتاج إلى دعم لوجستي ومصاريف هائلة كبيرة جدا، فهذا يعني أنها ستحتل العراق من جديد وتفرض على، في حال أنها لو حصلت، وتفرض على العراق أموال من النفط العراقي لسد هذه ميزانية هذه الجيوش. دكتور رافع، في الدقيقتين الأخيرة، ما الذي على أوروبا أن تفعل في العراق إذا ما أرادت في العراق بلدا آمنا مستقرا بعيدة عن صداع الرأس من قبيل المهاجرين، تدفق ما يسمى الإرهاب إلى أوروبا، تهديد المصالح الأوروبية؟ ما هو الحل الجذري والحقيقي الذي على أوروبا أن تذهب إليه؟ وواضح أستاذ ماجد، وأوروبا تعرفه وتعرف أن الحل الجذري في العراق هو بمساندة الشعب العراقي، القوى الشعبية والقوى الوطنية التي تريد أن تؤسس بلدا مستقرا وتنهي الفساد وتنهي هؤلاء الذين أثاروا الفوضى. هذا واضح جدا جدا، لكن أريد أن أعلق على قضية التمويل. نعم. قضية التمويل، أوروبا منذ عام 2003 لحد الآن استولت على ما استولت من ثروات العراق وانتهى الموضوع، أخذت الآبار وأخذت مصالح وانتهى الموضوع هذا الموضوع. لكن دعني أقول لك بالإحصائيات الدقيقة في أوروبا، يقولون إحنا فقط صرفنا من عام 2000 لغاية الآن صرفنا 11,800,000,000 دولار فقط على ترحيل المهاجرين اللي ما تقبل توطينهم، هاي فقط على ترحيل المهاجرين اللي ما قبلوا توطينهم في أوروبا 11,800,000,000، ويقولون إحنا نصرف على كل مهاجر موجود في بلدنا على الأقل 12,000 يورو سنويا، فبالتالي المبلغ كبير جدا جدا، ولكي لا يذهبوا إلى أسوأ الاحتمالات يذهبون ربما يمولوها من خزائنهم، هذه القوات يمولون كل شيء من خزائنهم لكي لا يذهبوا إلى أسوأ الاحتمالات، لأن تمويل هذه المهاجرين سياسيا واقتصاديا وعسكريا قضية كبيرة جدا جدا، هم يخافون من عندها، والآن جت الإسلامفوبيا بالنسبة لهم وجت الانقلابات والتغيير الديمغرافي، الحديث كثير في أوروبا، فبالتالي يعني ربما هم لا يحتاجون إلى أن يسرقوا أموال العراق، هم سرقوها وانتهى الموضوع وخلص، الآن كلها ديون سيادية والعراق عليه أن يسدد، حتى لو جاءت وطنية الآن عليها أن تسدد لـ50 سنة،
من ديونهم والسلف التي يطلبونها العراق. نعم. أشكرك. بهذا نصل مشاهدي الكرام إلى أختام هذه الحلقة من طاولة حوار، بحثت في هوارس الأوروبيين من انهيار الوضع في العراق إذا ما قررت الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من العراق على غرار انسحابها من أفغانستان. ولم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفها، وهم كل من الدكتور عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة كان معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن، والدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق كان معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.